استكمال لملف الحدود البحرية المائية مع الكويت وإيران، استكمال الحلقة السابقة اللي كان بها الدكتور وائل عبد اللطيف والسيد اللواء جمال حلبوسي. لكن حال حضور أنه يعني السيد اللواء جمال حلبوسي للأسف مو من إيده، يعني حتى ما يقدر يحكي، ثاني أقولها أتحملها، هو منع من الظهور بعد حلقة الكويت. منع السيد اللواء جمال الحلبوسي من الظهور في أي وسيلة إعلامية، ولكم أن تتخيلوا وين واصلين إحنا، وهذا الملف لعد شنو، ومنو ليحدد مصيرنا، ومنو بيد زمام المبادرة والأمور إذا تتحدث بنفس وطني وتخاف على مصلحة بلدك وعلى حدودك وعلى سيادتك وعلى أمورك، أنت لازم تسكت وتمنع. وأنا أتحدث بالنيابة عن السيد اللواء لأنه أصلا هو ما قبل هذا الكلام يعني، بس مع الأسف يعني هاي أكو وحيدة خليل يقول منين أبدي لك وسولف قصتي. إحنا الحقيقة أنا جاي وأكو قصة، يعني الكابتن القدير والوزير السابق للنقل الكابتن كاظم فنجان الحمامي يعبر عن اللواء ركن جمال بخبير الخبراء. ليش خبير الخبراء؟ لأن هو على رجله مخطط كل الحدود وراسم كل الحدود. يعني هسه أنا جايب معي ملف، الحقيقة ما نقدر نستوعب الموضوع يعني عرضه، لكن قلنا أمام الكاميرا إذا تلاحظ حضرتك هذا فيما يتعلق بالكويت، هذا ما يتعلق بالكويت. قدمه شوية. نعم هذا صورته هنا واضحة واضحة أكثر من صورة. هو الأردن، خلنا نبدأ من تركيا، تركيا، الأردن، سوريا، السعودية، الكويت، إيران كله هو مرسمها على رجل. أريد أفتهم يعني الكويت عندها شرطة هنا مثلا، عندنا يعني جهة تنفيذية ينفذ، يعبر عنه خبير الخبراء وفعلا هو خبير الخبراء. أنا ما أقدر أعوض عنه، أنا بالنسبة لي قطرة من بحر جمال الحلبوسي، أعتبر أستاذي وصاحب فضل علي في أطاريحي. هذا كتابي المنازعات الحدودية بال2014، هذا حول المشاكل الحدود بيننا وبين الكويت، هو مزودني بكل التفاصيل والخرائط. فإحنا نكافئ، إحنا نكافئ ونقدر باعتبار دائما ما ندعو الكفاءات والخبرات إلى احتضانهم، إحنا لا نعزلهم. أول قضية هو إخراجه دون السن التقاعد، أيضا كانت بسبب هذه الملفات، واليوم يمنع من التحدث بهذا الملف.